ايه هو الهدف الاساسي من تطبيق من اصدار هذا القرار؟ الهدف الاساسي، الهدف الاساسي زي ما حضرتك قلتي من شويه، ان اولا تطبيق هيبه الدوله. لابد ان يكون للدوله الهيبه، احنا دوله قانون ومؤسسات، ليسنا دوله همجيه. بالظبط. احنا دوله قانون ومؤسسات، ولابد ان تكون هيبه الدوله هي العنوان الرئيسي وهي التوب لكل شيء. احنا عايشين في دوله، ولما ما كناش في قيمه للدوله في قوانينها وفي مؤسساتها يبقى لا، يبقى ما ينفعش. وعشان نوضح هيبه الدوله في المحليات، هو انه الكل يلتزم طبعا بالمعايير السليمه للتطبيق لما القانون. نيجي احنا واحد يسال نفسه سؤال، طب هم سابوا الموضوع ليه وجيبوا خدوا قرار فجائي؟ لان هناك فئه داخل المجتمع المصري للاسف، رغم ان المجتمع المصري والشعب المصري شعب عظيم وشعب طيب وشعب عاطفي وشعب به من المميزات الكثير اللي احنا كلنا نحترمها ونقدرها ونجلها، الا ان هناك فئه، برضو مش هنقول كل الناس عشان ما نعممش، ولكن فئه كبيره، فئه كبيره موجوده في الدوله تسمى تجار الازمات. طبعا تجار الازمات كل مكان لو في احنا العالم. شفنا على مر التاريخ، سواء كانت ثورات او سواء كانت اي اشياء بتتم في الدوله بطريقه فجائيه زي الثورات وزي الازمه اللي احنا فيها، ينتج من هذه الثورات ومن هذه ومن اي شيء بيبقى موجود في الدوله بهذا الشكل، الناس تنتفع في الازمه. تنتفع في طب الازمه. في مجال البناء ايه اللي حصل وقت وباء كورونا مثلا؟ الدوله مشغوله في الوباء، الدوله مشغوله، فحصل انطلقوا ايه؟ زي 2011 لما كانت الثوره. احنا مشكلتنا ايه دلوقتي؟ وقانون التصالح اللي احنا طلعناه في لجنه الاداره المحليه وطلعته الدوله، وبنعمل تصالحات كل احنا ده عشان بنعالج اللي حصل احنا في عشان بنحب 2011. الشعب المصري. لكن لو ما كناش بنحب الشعب المصري كان كل اللي اتعمل بدون اساس من الصحه لابد ان يهدم ولابد ان يزال، عشان تطبيق هيئه الدوله، عشان تطبيق هيئه الدوله لابد هيئه الدوله هيئه هيبة الدوله الدولة. انما احنا مشكلتنا، فاحنا لحقنا بقى الموضوع. عايز افكر بس الناس اللي سياده النائب بيقول عليه ده، انه حصل فوضى كده في البناء، والناس بنت على اراضي صراعيه وبنت بمباني مخالفه ده في 2011. في 2011 واللي احنا حصل انه تم هدم جزء كبير منها، وجزء تاني اللي في كان تصالح مقبول انه يحصل عليه تصالح. لا احنا